اخيرا اردوغان كان في مؤتمر صحفي في اوكرانيا ونام ونعس وكان عنده خمول شديد، وده بيؤكد المعلومات المتواتره من اسطنبول من انقره ان اردوغان بيعاني من ورم سرطاني بيجعل انه غير طبيعي في تركيزه واصابه النعاس والخمول. يا ريت تجيبوا الفيديو ونختم. هو ده اردوغان في لقائه مع الرئيس الاوكراني ونام تماما وهو في المؤتمر. ده اعتقد انه ده مش غريب، ان احنا كنا في نيويورك في مقر اقامه الرئيس وكان اردوغان موجود مع الرئيس الامريكي، كان ماشي تقريبا نايم او مش قادر يمشي.